يفتح بعد شوي ايش نسمع زاد غناية واحنا شادين الثنية. رشيد طه الله يرحمه يخلينا يا رايح. قبلها خلينا نعمل نطلع على حالة الطقس بالنسبة لليوم. اليوم اللي باش نلقاو امطار متفرقه ومحليا ممكنه بالسواحل الشماليه، بقيه الجهات اللي باش نلقاو ذبب محلي في الصباح ثم بعض السحب العابره لا غير. نشاط الرياح اللي طلب نصيب من اليقظه قرب السواحل وين توصل سرعتها الى 60 كيلومتر في الساعه، البحر مضطرب الى شديد الاضطراب والحراره القصوى بين 15 و20 درجه وتكون في حدود 11 درجه بالمرتفعات. نحاولوا نعملوا جوله في مختلف نقاط الجمهوريه اللي باش نبداو بالوطن القبلي اللي تقريبا يسجل 19 درجه في كل من قليبيا ونابل المدينه، 20 درجه نلقاها في تونس الكبرى، 19 درجه كيف كيف نلقاها في كل من بنزرت وزغوان، 17 في تبرق، 18 في باجه وجندوبه، 15 في الكاف، 14 درجه في تالا، 21 درجه تسجلها القيروان، 21 كيف كيف في سوسه، 20 في كل من المستير والمهديه، قرقنه وصفاقس الزوزه اللي سجلوا زاد 20 درجه. نشوفوا سيدي بوزيد اللي تسجل اليوم 19 درجة، القصرين 16، 20 في قفصة، 21 في توزر، 20 في جابس. بالنسبة لقبيلي نلقى زادة كيف كيف 20 درجة. نشوفوا أقصى الجنوب الشرقي وين نبدأوها بجزيرة الأحلام، 19 في جربة، 21 في مدنين، و18 في كل من رمادة وتطاوين. سنو بعد شوية نعطيكم حالة الطرقات، ما تنسوش تتواصلوا معنا على 72 280 300 72 280